طيب براحتكم. بص اصل هي الفكره في احنا زي ما كنا بننوه احنا يعني مش بس هنتكلم عن الفن والبرنامج واعمالك، لا احنا عايزين نربط بالرياضه. احنا عارفين انك اهلاوي جدا، فاحكي لنا كده زمان كنت بتروح تحضر ماتشات، قصتك مع النادي الاهلي ايه برضو، وقصتك مع الرياضه ايه يعني؟ شوفي انا 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 صاحبت واحد صاحبي مخصوص عشان كان ساكن جنب استاد المنصوره. انا من المنصوره. فكان طبعا لما الاهلي بيجي دي كانت بتبقى قصه كبيره، خصوصا ان كنا عارفين ان الاهلي كان ياسر ريان ووليد صلاح وعماره كان من جنبنا وبتاع. ففكره انه الاهلي بيلعب في المنصوره دي انت مش متخيله يعني كانت بتبقى كبيره ازاي. ففي يوم انا واصحابي قاعدين بنتكلم وبتاع، فجت سيره واحد صاحبهم خلاص انه يعني ايه ما حدش بيطيقه بس هو ساكن جنب الاستاد. هو غلط اللي انا قلته ده ولا ايه؟ لا الصراحه انا بحسبها صراحه حلوه. صراحه حلوه. كمل يا عم. فهو ما حدش بيطيقه بس هو ساكن جنب الاستاد خلاص. فالساكن جنب الاستاد ده اكيد هيعوز يعني عشاء في مره، هيتعزم على السينما مره، لازم قبل ميعاد الماتش بفتره يعني كده عشان يبقى كلنا في البلكونه بقى. طبعا لان طبعا عشان تلاقي تذكره في الاستاد اصلا وقتها خلاص التذاكر كانت بتبقى غاليه يعني، او بالنسبه لنا احنا غاليه طبعا طلبه بقى وبتاع فكنا لازم نبقى موجودين في البلكونه اللب والبتاع والحاجات وكاشف الملعب كله. انت قاعد فوق يا باشا بقى الله. انت في في الدرون انت طياره لوحدك طبعا. بس فكانت فكره ان انت اصلا بتحضري للماتش اسبوع بحاله. اما كان منصوره بقى في الممتاز يعني اسبوع بحاله دي كانت قصه كبيره. وكنا حافظين انت شايف اللعيبه قد كده اهو طبعا، بس انت حافظ من جريته وبيقف على الكره ازاي وبيلم لجوه ولا لبره وبيعمل مش عارف، انت قاعد مركز جدا فتعرف ده مين وده مين فلا كانت فتره حلوه.